مشاهدينا الكرام، احنا دلوقتي بصحبه الدكتور ايمن محمود، عضو مجلس اداره وكاله الفضاء المصريه ورئيس شعبه التصوير الفضائي. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. لو تكلمنا بقى على اهم المعامل الموجوده داخل وكاله الفضاء المصريه، وتخصيص بقى ماذا يحدث داخل هذا المعمل. طيب، هو طبعا وكاله الفضاء المصريه فيها العديد من المعامل. كل معمل بيبقى متخصص في تطوير نظام فضائي معين. عندنا مثلا معمل خاص بتطوير نظام الكاميرات، المعمل الخاص باختبارات البيئة الفضائية، المعمل الخاص بتجميع أنظمة الأقمار الصناعية. هو ده المعمل اللي احنا متواجدين فيه حاليا. المعمل ده فيه جزئين. الجزء الأولين اللي هو الجزء الداخلي، ده جزء مقفول تماما، بنسميه الغرفة النظيفة أو الكلين روم. الغرفة النظيفة دي بيتم فيها عمليات تجميع الأنظمة المختلفة للأقمار الصناعي، ولازم عملية التجميع دي تتم بدقة. هل بتعاقب بطريقة معينة؟ طبعا. الدخول ليها بيبقى عن طريق حاجة اسمها اير شاور. بيتم اولا اللي بيخش لازم بيلبس حاجة معينة، وبيحط في ايده حاجة انتي ستاتيك عشان جسم الانسان فيه شحنات كهربائية. لو لمس حاجة سينستيف، حاجة حساسة زي الاجهزة دي، ممكن يحصل فيها زي سبورك صغير وتبوظ. فاللي بيحصل ان هو قبل ما بيخش بيتعقم، يتم تعقيمه، وبعد كده بيخش جوه الغرفة النظيفة. الاجهزه اللي جوه دي كلها اجهزه اختبار وتجميع. حضرتك هتشوفي الجسم ده جسم قمر صناعي. ده اول قمر صناعي مصري في مجال الاستشاره عن بعد، تم اطلاقه سنه 2007. مع اطلاق القمر الصناعي ده تم انشاء المعمل ده، وتم تجهيزه بمجموعه من الاجهزه زي الغرف اللي حضرتك شايفاها دي. دي غرف يعني الصغيره اللي هي بتنور. التحكم بتبقى داخل الغرف دي؟ التحكم بيبقى حاجتين، في تحكم داخلي جوه الغرفه، في تحكم خارجي من الاجهزه المحيطه بالغرفه. الاجهزه دي كلها طبعا بتبقى يعني عاليه النظافه، وفي نفس الوقت بيبقى كميه الرطوبه اللي فيها قليله جدا. القمر الصناعي لو طلع في الفضاء وهو في نسبه رطوبه او في نسبه يعني مجموعه من الاتربه او حاجه زي كده، بيحصل مشاكل كثيره جدا. المشاكل دي ممكن تراكم الحاجات دي على سطح الكاميرات، فطبعا الكاميرا مش هتصور ساعتها. الاجهزه اللي موجوده هنا حاليا، احنا شغالين في كذا مشروع خاص بوكاله الفضاء المصريه. اهم طبعا مشروع اللي هو نيكسات 1، اللي هو ناشونال اكسبيرمنتال ساتلايت او القمر الصناعي التجريبي الاول. ده قمر صناعي بيتم تطوير مجموعه من البرمجيات فيه محليا عن طريق الفريق العمل بالوكاله. المفروض هيطلع امتى؟ ان شاء الله نخطط لاخر سنه 2023. احنا حاليا شغالين على الانظمه الخاصه. دي مكونات القمر الصناعي. المكونات دي كلها طبعا المهندسين بتوعنا شغالين عليها. عمليه تجميع المكونات دي مع بعضها وتشغيلها عشان نتاكد ان هي هتشتغل بطريقه كويسه جدا في الفضاء عمليه معقده ولازم تاخد وقت طويل. هل دي بحط فيها امكانيات معينه بتحدد لي صلاحيه القمر او فتره بقائه؟ لان دايما بنسمع مثلا من 4 شهور لعام، في حد تاني يبقى 15 عام. تمام. بعمل عادةً ايه عشان ده يبقى متغير؟ عاده حجم القمر الصناعي هو اللي بيقرر انا هقعد في الفضاء فتره قد ايه. في اصغر قمر صناعي بيبقى عباره عن كيوب ساتلايت، ودي ممكن حضرتك تشوفي نموذج منه جوه. بيبقى حاجه صغيره جدا، فيها من كل نظام فرعي حاجه واحده، يعني فيها جهاز كمبيوتر واحد، فيها نظام اتصالات واحد، فيها نظام القدره الكهربائيه اللي هو بيمد الطاقه للقمر الصناعي بانظمه بقدرات مختلفه، بيبقى فيه برضو واحد بس. القمر ده فترته صغيره، يعني بيقعد في الفضاء مثلا 6 شهور لسنه. لو كبرت القمر الصناعي هكبر حجم السولار بانلز اللي هي الالواح الشمسيه. الالواح الشمسيه هي دي اللي بتجمع الطاقه من الشمس. من القمر الصناعي هو في الفضاء ما فيهوش اي حاجه غير الالواح الشمسيه، بحط معاها مجموعه من البطاريات. البطاريات دي لازم تبقى بطاريات من نوع معين ليها القدره ان هي تستحمل البيئه الفضائيه من درجه حراره ومن ضغط، وفي نفس الوقت ان هي تتعرض لاشعاع شمسي. طيب اسمح لنا ان احنا ندخل بقى معامل ثانيه. اتفضل. مشاهدينا الكرام، احنا دلوقتي داخل معمل اخر داخل وكاله الفضاء المصريه بصحبه الدكتور ايمن. دكتور، يعني اشرح لنا بقى المعمل ده عباره عن ايه؟ احنا طبعا بعد ما خلصنا تجميع القمر الصناعي في المعمل الاولاني، بقى عندنا قمر صناعي جاهز للاطلاق في البيئه الفضائيه. عشان نطمن القمر ده شغال كويس لازم نختبره ونحاكي البيئه الفضائيه. عشان كده المعمل اللي احنا موجودين فيه ده اسمه معمل محاكاه البيئه الفضائيه. مجهز باجهزه تسمح للمهندسين ان هم يختبروا اداء القمر الصناعي لما يطلق من الصاروخ. هنبدا بقى نشوف حضرتك الموضوع ده بيتم ازاي، وازاي الاجهزه اللي موجوده جوه بتقدر تحاكي البيئه الفضائيه. تمام؟
طيب هي في الاوضه دي طبعا الاوضه دي فيها قرشه بيتم تنظيف الجهاز اللي داخل. طبعا هنا بقى الاوضه دي غرفه نظيفه مجهزه بمجموعه من الاجهزه اللي بتسمح للمهندسين ان هم يختبروا البيئه الفضائيه جوه الاوضه دي. اهم جهاز عندنا هنا هو جهاز محاكاه البيئه الفضائيه. ده جهاز بيتم دخول القمر الصناعي جواه على حسب طبعا حجم القمر الصناعي ده. وعندنا غرفه ثانيه لحق القمر الصناعي الاكبر. الغرفه دي بتحاكي ان القمر الصناعي مكتوب في مدار عمال يلف حوالين الكره الارضيه ويتعرض للشمس وبعد كده يتعرض لدرجه حراره البرده. يتعرض للشمس طبعا درجه حراره عاليه ممكن توصل ل 100 درجه ودرجه حراره قليله ممكن توصل ل 20 او 30 درجه تحت الصفر. وفي نفس الوقت القمر الصناعي ده موجود في بيئه مفرغه فاكيوم. الفاكيوم دي طبعا ممكن تستخدم مشاكل كتيره قوي لانظمه القمر الصناعي عشان نكتشف الكلام ده. بنحاكي البيئه دي باستخدام الغرفه اللي هي غرفه مسؤوله عن محاكاه البيئه الفضائيه. الغرفه الثانيه برضو نفس الكلام بس بتبقى للاقمار الصناعيه الكبيره. نسبه المخاطر او الريسك بتبقى قد ايه؟ والله نسبه المخاطر كل ما القمر الصناعي حجمه بيبقى كبير بيبقى نسبه المخاطر في ان هو يعطل قليله. زي ما قلت لحضرتك من شويه ان احنا بيبقى عندنا بدل النظام اللي هو مسؤول مثلا عن الاتصالات او عن التحكم في القمر عندنا واحد تاني احتياطي بيسمح لنا ان احنا نقلل نسبه المخاطر. طبعا قبل ما القمر الصناعي يتم تصميمه ويتم تصنيعه بيبقى في حسابات دقيقه جدا لنسبه المخاطر واحتماليه الخطا واحتماليه حدوث اعطال وازاي نقدر نتجنب ونتغلب على الاحتماليات دي ان احنا نحط اجهزه ثانيه على القمر الصناعي نفسه تؤمن فتره طويله في المدار. انا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم على هذه الجوله وبتمنى ان شاء الله التوفيق. احنا امتى هنبقى جاهزين كده لمساحه اكبر وشغل اكتر؟ احنا ان شاء الله حاليا بيتم تجهيز مبنى جديد مبنى اختبارات الاقمار الصناعيه كبيره وده مبنى مساحته كبيره جدا هتسمح لنا ان احنا نجمع اقمار صناعيه ونصنعها في مصر ونصممها وممكن توصل لحد 600 كيلو جرام. طبعا دي حاجه كبيره جدا وان شاء الله حضرتك تبقوا اول مدعوين في افتتاح المبنى ده ان شاء الله دكتور.